تركيا العاصمة كيامي طاهر عسلمة عسلمة في تونس مونتو بونو دي جان انطونيو بالشمال بشبك على ايطاليا حبيبي تخيل انك انت بتحب تساوي اشي معين حتى لو انه اشي كتير بسيط خطر عبالك وما عم بتساوي هذا الاشي بس عشان عم بتفكر كيف ممكن الناس يفكروا عنك لو انك تساوي هذا الاشي. اهلا وسهلا فيكم ومرحبا بفيديو جديد من تونس عسلمة في تونس. هاي الوردة بلد اللي من زمان 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 نفسي أجيلها. الإشي اللي حمسني إني أجي على تونس إنه لقيت تكت كتير رخيص من تركيا، والشغلة الثانية إنه ما بدي أي فيزا عشان أدخل لتونس. في كل مدينة في تونس اللي مش تمشي لها إن شاء الله وتشوفهم مش تلقى جامع كبير اسمه، يعني الجامع الكبير بتلاقي في كل مدينة. أوكي. ويكون هو السنتر متاع المدينة. طبعا المدينة هاي بنزرت بعرفش إذا هو عشان نهاية أسبوع ولا هي دائما مأزمة. طلعوا نشرب شاي، هيو شاي بالبقلاوة اسمه، أو شاي بقلاوة بس مش زي البقلاوة التركية، هذا شاي وفيه مكسرات معروف كتير. الشاي طلع بتاكل تاكل هيك. تعرفنا على ناس من ايطاليا وهو عم بيجربوا الشاي. هاو ديليشس، هاو تو سي ان ايطالياني مولتو بونو، مولتو بونو احلى لهجه، احلى احلى لغه بالعالم اللغه الايطاليه. اجينا نشرب مع بعض شاي بالبقلاوه بالتونسي. بالتونسي بنين برشا، بنين برشا. طب اسمع لي هاي زاكي. إذا كنت مسافر منك مش كان منين؟ I speak English. I speak little English. Yeah. كومت كيامي. طاهر. طاهر. أنا أحمد. أحمد. تركي. أنا لا والله مش تركي. لونين. أوه في أول يوم في تونس من أول ما وصلت على طول طلعت على مدينة اسمها بنزرت، المدينة بالشمال بعيدة تقريبا ساعة بس عن العاصمة. ومعاي اليوم بدر. بدر يا هلا والله. هلا والله. صديقنا من تونس. إيش عم نشتري؟ حلوة ماشي. أسلمه. هاي بحطوا سكر هون. سخنوه سخنوه يحطوا كاكاوية. هلا بنجربها زي الكاجو. السوداني عليه سكر. باهي باهي. شوفنا احنا بنسميها شعر بنات، هم بسموها لحية جدي. هاي الحلويات الزهرية. شو هو؟ عسل. عسل. والله انت العسل يا ربي. عسلامة من تونس. مرحبا بالاردن يا زيد. اول يوم في تونس اليوم. مرحبا بي. امشي تو غابي تو تلقى الاجواء. وين؟ هنا تو ديما تو. اوكي اوكي. خيرات ربي تلقى. احنا لسه اجينا هلا على طول اول شيء. خيرات ربي هكا تو تلقى. خلص. والمي والالوان. يلا سلام عليكم. نراكم. مبتسمين. والله حماس 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 حماس. بلد هيك عربي. بس بنفس الوقت لغتهم هيك شوي غير، وبنفس الوقت اللي هو اهم شيء انه ما بنعرف عنهم ولا شيء. حاليا في هذا المينا القديم محل ما بصفوا القوارب الصغيره في بنزرت. السلام عليكم عسلمة، مرحبا بكم في تونس. بونسوار كيفي جسما. اول وجبه حاكلها في تونس والوجبه اللي كثير معروفه اللي هي البلابي، ولكن في مدينه بزرت. بزرت غير يا بدر. غير غير والله مختلفه في بزرت عن المدن الثانيه او البلابي الثانيه، عشان بيحطوها جوا السندويشه. ساندويتش سردين حارين ومغرف. هاي هي الاصلي شكلها الساندويش بتخوف. هاي ساندويشة البلابي بحط فيها شطه، هي بسموها هريسه. هذه الشطه يعني هي الهريسه، هي شويه ثوم مش تفور. طيب شو كمان؟ شو كمان؟ هذا شويه العربيه صح، بنحطه شويه اللبلابي بتاعنا. اللبلابي اللي هو الحمص. هو الحمص صح. حلو. هذا كمون. نعود ونرجع للشطه. هذه السردينه يعني السردينه هذا زيت زيتون من النهايه. زيت زيتون. هذا الزيتون ديالي يعني الاصلي. عندنا سندويشه ناريه. طيب
البلابي مشهور في كل تونس، ولكن في مدينة بنزرت اللي احنا فيها سووها بطريقة غير، سووها بسندويشة. بالعادة بتكون صحن معلقة فيها سردين، فيها حمص، فيها شطة، فيها ريسة، فيها طلع معك كمون. خلق ليفترس. نعم. اوف تهرب ولك دلع. رائع والله رائع، فيها كمية طعم مش طبيعي. بنين 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 برشة. about the sandwich I liked everything I had here. super delicious. عسلامة تونس. لا وطالعين على أحلى مكان في الشمال اللي هو صار لي زمان متحمس إني أجي له. هلا بتشوفوا. لما سألنا جوجل وجوجل مابس وين آخر نقطة بإفريقيا، طلعت هاي النقطة في تونس وبالمكان اللي رايحين هلأ عليه بالسيارة. من كتر ما هو هذا المكان بالشمال كمان اطلعوا الراديو على وين بشبك. Oliveira, secondo un anno fa, Bezzecchi di Gian Antonio e un Bastianini che continua ad avere grandi. هذا من كتر ما احنا بالشمال بشبك على إيطاليا. Yes, also لو if you check your phone now, okay. you will find Tunisian time and the Italian time too. ولا إشي يعني شابكين yeah. نحن على إيطاليا. Yeah. هذا بأقصى شمال تونس. أنا فكرت إنه خلص. جينا هلأ على كاب أنجلا. أنجلا هاي آخر 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 حفة بكل شمال إفريقيا، يعني من هون تنتهي إفريقيا كلياتها. هنروح نشوفها على السريع. على نقطة. لا يعني. لا مو أعلى في الارتفاع. أكثر أكثر شمالا. أكثر شمالا. في كل أفريقيا يا إخوان. للأمانة للأمانة للأمانة، بعد سفر في كل بلدان اللي بيحكوا إنجليز مش مصدق إني ببلد عربي ومش مصدق إني بتونس. لو سمحت قبل ما نخلص الفيديو، قبل ما نوصل للقمة أو الأعلى أو مش عارف شو بسموها بالإنجليز، بسموها top of Africa، يعني حفة خلص هاي نهاية أفريقيا. لا تنسى تسوي اشتراك للقناة لو سمحت، ونكمل رحلتنا في تونس. وهذا كله بس أول يوم في تونس. افريقيا هاي كل الخريطة، هاي كل قارة افريقيا فيها اشي طالع فوق اللي هو اعلى اعلى تب، بسموها التب، اللي هي حفة طالعة من قارة افريقيا نحن حاليا فيها. احنا حاليا فيها واقفين عليها، اسمها كاب انجلا. اذا بيوم من الايام اجيت على تونس لازم توصل على هاي. شو يعني هسه افريقيا خلصت يعني؟ خلصنا خلصنا خلص. افريقيا هلا خلص يوروبا، شايف يوروبا هلا خلصت القارة. خلصت معلم، من هون خلصت قارة افريقيا كلها، يعني احنا باعلى اعلى اعلى. احنا هون حبيبي، شايف حبيبي قام تجي ريزيا. ومن هون خلص انت اوروبا، ايطاليا اول بلد المفروض اقرب بلد من اوروبا على هون. خلص اذا بطلع سباحة من هون بوصل ايطاليا صح؟ بتروح من هون عشان تبقى فيك. حلو. من هي من الوسط يعني بجيبهاش سباحه؟ لا في واحد هلا بيسبح يوم السبت. والله في واحد تونسي من ايطاليا يوم السبت يوم يوصل يوم الساعه 5. هطلع في واحد جد جاي من والله من ايطاليا عمال بسباحه. طلع هاي اخر اخر نقطه في افريقيا خلاص. هاي شايف الحفه هاي من هون بتطلع هيك سباحه بتوصل ايطاليا. بس بقول لك ما تسبح. هو جايبها من ايطاليا للحمامات. لا انا بدي اجيبها من هون. ما بقول لك عليش، عشان لما راحوا المركز الشرطه جابوا. هو من اعلى نقطه في افريقيا، مش اعلى نقطه، مش اعلى نقطه، اكثر نقطه شمالا في قاره افريقيا. ومن هون خلصت قاره افريقيا من الحفه الاخيره في قاره افريقيا. حابين نخلص ونسكر الفيديو هذا في اول يوم الي في تونس. والله تصبح على خير. لا تنسى تشترك في القناه ونشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله من تونس. عسلام بسلامه تونس.